عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نصور لكم سكودا فابيا جديدة. نعطيكم نظرة على الواجهة الأمامية نتاعها. أول حاجة باش نحكي عليها، الكهرباء كبرت ولات توا بالرسمي تنافس البولو والليفيزا. توا ولات تقسم الشاسي مع البولو الجديدة. شوفوا لنا ليجوند اللي هما هذه فيرسيون متوسطة نجم نقولوا. يمكن كي بتجي تونس باش تجيب فيرسيون هكا، فران ديسك من قدام ومن تالي زادا. شوف الكالندر متاع سكودا كيفاش كبير لهنا، برسم كبير بالكدا، كرهب عراضت وطويلت بالكدا، كروماج. شوفوا كيفاش لونتبريار من هنا داير بيها هذيا، الفارق موش ديريكسيونيل، خلوه عادي بالال اي دي من هنا. شوفوها توا من داخل، كرب عملت نقله نوعيه ما بين الجينيراسيون اللي قبل هذه وهذه. كما كانت تفكروا الجينيراسيون اللي قبل هذه كما قلت لكم في من برا، الكهرباء كبرت اصلا، كبرت برشا في الحجم ولات في نفس البلاتفورم والكبر بالضبط مع البولو وقت اللي كانت اصغر من بولو ولي بيزا المنافسيه. تو ولات كيفهم، ومن داخل شوفوا كيفاش عملت النقله نوعيه. شوفوا كيفاش الاهتمام بالتفاصيل، لان رغم اللي سيتادين اوزر لهنا مغلفه بالسيربيكو. شوفوا الحركات اللي في الكونتر بارت، شوف كيفاش مسيبه هذه، والله ما احلاها على الاخر. شوف كيفاش البارلور الزينه نتاعو تكمل، حكيش الغادي لهنا الاهتمام بالتفاصيل. هذه الفيرسيون راهي فيها برشا اوبسيونات، هذه البيان ايكيبي تقريبا، مش الكل مش بيان ايكيبي على الاخر، خاطر فيها ناقصه توفرون، ناقصه شويه اوبسيونات اخرين. ديك تاع المرايات تغدروا لك كيفاش السويس وزيت، اغدروا الفولون، اغدروا حركات الفولون. شوف هذه كيفاش خارج والله ما احلاها، اغدر كيفاش من هنا مسيبه هذه من قبل لك سكودا تعمل فيها فكره هذا لهنا. شو الزينه هذه محلاها على الاخر. كليماتيزور اوتو لهنا ماهوش بيزان، زون واحدة يخدم. شفت هذيك الحركات تاع سكودا على سيمبلي كليفر، هذيك تحط كارتة غادي هكا تشد من غادي لهنا هاك جار، هاك الحاجة تحط فيها هكا دو اس بي كذا فازيت، حتى الإكران هذا اسمه لاكودوار مغلف وفيه من داخل الأليوم سيجاريت. هذايا ما حبوش قالك لا مازال بكري باش نحطوه فرانا ما الكتريك، خليه مانيول توا جينيراسيون جاية تنتحط. وشوفوا من تالي، من تالي وساعد بالكدا على فكرة، من تالي تفرجوا برسم من ديك تغزر لها وساعد بالكدا ولات من تالي تنجم تكفي زوز ادولت واحد في الوسط وقت اللي كانت صغيرة بالكدا من تالي. وشوفوا من هنا حاجة عجبتني على الاخر، كلمة فابيا مكتوبة من هنا ومشيرة الاخر، وبالطبيعة تخدم غادي بالبوطون. شوفوا الحركات تاع الكوب من هنا البوني، بس عندهم حركات هما سكودا من قبل، راه عندهم حركات اللي درك كيفاش ما يعملوهمش الكونسيسيونير الاخرين الحق، حتى منافسين ما يعملوهمش. نطلعوا توا من داخل، من تالي ماهيش مغلفه، من تالي بلاستيك حاجه عاديه، رغم اللي كبرت مسكودا راهي مازال تغزر لها كهرباء مش عائليه، مازال تغزر لها كهرباء عاديه مش تاع عائله، اما جوز حابه تحسن فيها باش تستهدف الفئه اللي ما بين الشباب والعائله اللي عندهم عائله صغيره على الاخر. فيتري الكتريك هذاك بيان سور. شوفوا من هنا كسوة، هذا الكرسي راه مؤخر على الاخر. شوفوا الاسباس، هي مازالت في التمركز تاع سيتادين، اما كومي كبرت هاكا، حطولك حتى كروبستات صغير في الوسط، زعما راهو صغروني يقعد في الوسط. والتونيل وسط كيفاش كبير بارك الله، التونيل هذا كبير معناتها اللي في الوسط يا صغروني يا ما يقعد حد. فمش هاكو دوار حاجة عادية في الفئة هذي، الكسوة نتاعها مكبوسة بالبدا، عمونا بالتطريز محلاها لايزو فيكس هايلة. اغزر كيفاش الباثونية ما غادي هايلة الحق، ماشي خباك بالكل. شوفوا المال تو لاني عندك متعلق حاجة بلافوني تاع الشبكة معمولين بالأزرق هكا باش يظهرو لك، ومش بالأكحل كيما البلاستيك كروشي باش تعلق حاجة هادي زادا، باش تحط حاجة وباش تحط حاجة صغيرة زادا من غادي تاع التهوئة من هنا، ومن هنا زادا كروشي آخر. لا هاذوما هي من قبل، راه هذه مش حاجة عملوها في الجينيراسيون هذه، هي من قبل كي سكوت حتى في الفابي اللي قبل هذي كانت تعمل في حركة باهية حتى في المال تاعها. على فكرة هي مزات مجاتش لتونس، مزات بكري نصور هنا على تونس، من هنا يغص كيفاش
تهبط المال من هنا.